انت ليه طلبت تقابلني في المكان ده؟ ده مكان مقطوع ما فيهوش صريخ ابن يومين. عاوزني الفك الفلوس في القهوه قدام الخلق؟ ماشي هات الفلوس. ايه عندهم؟ الا اقول لك العدد في الليمون، خليهم كده ببركتهم. حلال عليك يا صلاه النبي. بس بقول لك زي ما اتفقنا دي اخر مره، ما عنديش فلوس تاني. انا اقول لك ده اللي تستاهله.